انقذ في مكة أكتر ما تقعد في المدينة، انقذ في مكة على قد ما تقدر، لأن أنت في مكة لك 5 جوائز. أول جائزة أن أنت هتشرب ماء زمزم، والرسول قال ماء زمزم لما شرب له، من شربه يستشفي شفاه الله. تاني حاجة كل فرض هتصليه في مكة ب 55 سنة ببلدك ب 100,000 صلاة، وكل يوم هتصليه في مكة ب 274 سنة ببلدك. تالت حاجة الطواف، كل ما تستلم الحجر الأسود بيحط الذنوب حطا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الذنوب حطا. وكل خطوة وانت بتطوف بليك تاخد 3 حاجات، بتشيل سيئة وتحط حسنة وترفع درجة. وكل 7 أشواط معهم ركعتين بيعد رقبة، عد رقبة كأنك تصدقت بعربية كبيرة. اقعد في مكة والمدينة روح يوم واحد كفاية عليها. جزاك الله خير. لتعرف التفاصيل والأدلة ننصحك باقتناء كتاب الفقه المعاصر في الحج والعمرة، فإنه ثروة علمية وهو بسعر التكلفة. ابحث في اليوتيوب عن مدرسة أحمد حسني.